اعمل وحده هيك وبس نكبسها، وبس نكبسها. باي باي، شوفك بعد. لانه هدول موت واقفين. ستسكر الباب. يا ويلكم يا حدا بيسرق غسيلي، هاي السله تبعي. ساعه هدول لوين راح اخذهم هلا؟ بيب بيب. راح اخذهم لهون. لا يا بس خليني اقفلها، ما في داعي احط لها الفلاتات، بس خلاص هيك. المهم يعني انه مقفوله. هلا نيجي نعمل بيب بيب. اوكي شوفوا شوفوا لابس، او ماني لابس يعني، لابس نص الكم وشورت وهيك تمام. المطار ما احلاها، شوف الازرياءات وما احلاها، الورود شو ما احلاها هي، ما شاء الله. الجو خيال. نزلت هيك عمل لي تمشاية صغيرة عبين ما ينشفوا الغسيلات. شوفوا احلى هاي الشجرة الصغيرة، بتجنن روعة. اوكي عبي ما ينشف الغسيلات وبعدين ارجع، يعني تمشي ابو هيك 15 دقائق بعدين ارجع اطلع البيت وبعدين ارجع انزل غرفة الغسيل. يا الله هذا الشيء ما بعرف ليش هيك اليوم، بما ان اليوم في حفل تخرج للطلاب. والله راح ازعل عليهم اذا ظلت عم تمطر. الله يبعث الخير، بس ولكن هن ما راح يتهنوا يا حرام، لان حفل تخرج بكون هيك بيطلعوا راقدين من المدرسه وبيصرخوا وبيطلعوا بشاحنات. ان شاء الله بس اروح اليوم على السنت على السنت روم تمام، يعني جوا على المدينه راح اصور لكم الاجواء، الاجواء حتكون غير شكل. شوفوا يا جماعه كميه الهدوء يلي بالبيت تمام. هي انا ما شغلت التلفزيون، بس التلفزيون ليش هيك مايل؟ لازم يكون هيك التلفزيون شوي مايل من هذا الجهه. اوكي المهم شوفوا كمية الهدوء تمام. شايفين بنيجي هيك على عند الشباك
نتطلع ترى هنيك في الملعب نعبيتي بس شو الله وكيلكم طوال السنة فاضي يا ما حدا بينزل عليه. الأجواء ما شاء الله غير شكل. أنا فتحت الشباك الصباح ورفعت الجلايل عشان البيت يتهوى. غسيلات هلا بيكونوا شو؟ بيكونوا خلصوا. أنا شو بنزل دائما بعمل كمنت تمام؟ أطويهم تحت أحطهم بالسلة ويوم أطلع لهون ضهري صفتهم بالغزالة وكل رواب بيصير أحسن ما أحطهم هيك كلياتهم فوق بعض بدكم تدري كيف وشلون وبتجعلك وبعدين بصير بدهم كوي ومين مين قصة بس هلا بطويهم ضهري هن تحت وبطلعهم على البيت. أشوف الغسيلات هون شو صار فيهم أول شيء. هي كانت مسكرة ولا كانت مفتوحة هيك؟ أوكي ما علينا. نشف الغسيلات يا سلام. لا هذا بده شوي صغيرة. طيب اوكي بتعرف شو راح اعمل؟ راح اسكر على السريع عشان ما يطلع الدفا تمام. راح اجي لعند هذول الغسيلات الثانيين يكونوا نشفوا. طلب يعلق هذا والله وقفت بدي ارجع احط وين الجوال هون جوا تمام. لان طويت غسيلاتي حطيتهم بالسله وهلا اهم شيء عندي الطوي والترتيب. اعمل كده اهو ننزلها هيك تمام نحطها وين قلب السله. نجيب كمان الشرط الثاني الازرق نعمل لك كده يا سلام ونحطه فوق الشرط الازرق الثاني. نعم مثل ما بتعرفوا انا بحط الكنزات لحال والشروط لحال وكل شيء لحال. وهي الكنزه الخضراء اللي سوينا فيها تخيل لاول يوم مطويه هيك تمام نحطها بسله الغسيل. نرجع نجيب الشرط كمان الاخضر كمان نطوي وين بنحطه؟ بنحطه فوق الشروطه. تعالوا نورجيكم ترتيباتي الخرافيه. شوفوا مو بقيان غير شوي شايفين الشروطه حطيتهم من هالجهه تمام. ولا بس تطلع البيت لسه برتبهم اكثر واكثر. الكنزات من هالجهه عرفتوا. وشوفوا هون تمام هي لازم تتنظف بعد ما اشيل الغسيلات وكل شيء. يعني على سبيل المثال شايفين هي تمام بشيلهم هيك بنزلهم وبعدين بروح بكبهم هون عرفتوا كيف؟ وبس هيك بكون يعطيني الف عافيه وغسلت غسيلاتي لليوم. هلا راحت معي الاسبوع الجاي عرفتوا؟ يعني انا من النوع اللي ما بجمع غسيل كل يوم. اللبسة اللي بلبسها بحافظ عليها اوكي خلينا ننظفها لهي تمام. تعالي 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 شايفين بس دقيقة بس نحملهم هيك تمام ونحطهم هون. شايفين كيف نطفت؟ فعليا هيك انا بكون خلص غسيلاتي. ازاي خليني نغسل ايدي شوي. شوفوا كيف صاروا. هلا ما علي غير اني اجيب الملابس مو الملابس عفوا الشراشف تبع التخت عرفتوا كيف؟ لا مثل ما بتعرفوا يوم رحنا خيمنا اكيد بكونوا تغبروا وتوسخوا هالقصص كلياتها. بسم الله هذا هون نجيب هي هيك عشان نشيله. بسم الله
بالاجواء هي المطر تمام ولا هيك يعني الغيوم والاشياء. فالشغله شو بدها هلا؟ الشغله بدها اكله دافيه تمام، واللي هي الشوربه تبع عدس. يا سلام، فقررت هلا اسوي انا شو شوربه عدس. بشوف شو جهزت هون: ملح، فلفل، حمض ليمون شوي، كمون. كمون اساس الشوربه يا جماعه، هو اللي بيحلي الطعم للشوربه تمام. وهلا بدي احط كاسه كبيره من هي عدس عشان اغسلهم تمام. بدنا نسوي شوربه غير شكل اليوم، بالذات انه بدي حمضها لاني انا ضيقه شوي. شميت فلفل، حاسس حالي بدي اطبس عطسه غير شكل. بس خليني اقطع الكيس اكثر واكثر. اوكي تمام. بس 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 هلا شو بعمل؟ حطهم هون. لازم نغسل العدسات يا جماعة بمي فاترة، لازم تكون مي فاترة شوي. اوكي تمام. هنضل عم اغسلهم هيك لحتى يعني حتى المي تصير صافية صافية. شايفين لون المي هلا؟ شاف الميات الوسطى. شايفين الرغوة؟ هذا كلياته نشا. شايفين كيف لون المي صارت يا جماعة؟ ما عاد في نشا كتير شيء. انه المهم رح خليها هيك تمام. وبعدين شو رح سوي؟ شايفين الرغوة؟ هذا كلياته نشا. قبل ما العدسات هيك يتصفوا شوي من النشا رح اقطع البصلة، البصل الاحمر، فبيطلع غير شكل. وهذا خلينا نرجع مكانه، والماجي اكيد بدي اعتازه. وشو راح اعمل كمان؟ راح اعمل انه طل جهز الزيت البلدي، بدي احط زيت الزيت البلدي مع العدس. هذا غير شكل. الطنجره انا مجهزه، يا سلام كل رواق. وانا هذاك اليوم شفت الطريقه تمام للبصله، عشان الواحد يوم بده يقطع البصله عينه ما تدمع. اوكي؟ فما بعرف اذا هذا الحكي صح، بس خلينا نجرب. لا بصراحة هي ريحة البصل كتير كتير قوية. فشو عملوا؟ انه دهنوا السكينة بشو؟ بالزيت تمام؟ دهنوا السكينة هيك بالزيت. اوكي نشوف اذا هذا الحكي صحيح او لا. المهم بعدين هلا خليني اقطع البصلة عشان اللي هي بالزيت البلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا فعليا لساتني ماني حاسس بشيء انا، يعني شفتوا كيف؟ حسيت التقطيع، تقطيع البصله سلس سلس كثير. والله الصراحة لسا ما حسيت بشي، ولا حسيت عيوني احترقوا من البصلة. يا ترى بتكفي هاي ولا كمان؟ حد كمان؟ والله التجربة خرافية قسما بالله، عيوني ما دمعوا. جربوها جربوها بالله عليكم جربوها، والله عيوني ما دمعوا.